الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي في الله فطر الله الناس على قبول الحق وحبه والانقياد له والبحث عنه وفطرهم كذلك على بغض الباطل وعلى النفور منه ولو بقيت الفطرة على ما هي عليه لكان الناس جميعا على الحق لاتفقوا جميعا على الحق ولكن الفطر تنتكس وتضعف وتتحكم فيها الأهواء والمصالح والشهوات والإسلام هو دين الفطرة جاء ليحافظ على الفطرة وليقويها وليحميها من كل ما ينكسها ويفسدها ولذلك فإن المسلم الحق
المسلم الحقيقي هو أولى الناس بالحق، أولى الناس باتباع الحق وتحري الحق والبحث عن الحق والدفاع عن الحق والدعوة إلى الحق، بل والموت في سبيل الحق. وهذا هو موضوع خطبتنا اليوم. ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يصل إلى الحق، يسعى إلى الحق ويصل إليه؟ أولاً يحتاج الإنسان إلى أن يؤمن بأن هناك حقاً، هناك حق، حقيقة مطلقة، حقيقة موضوعية، حقيقة لا تتأثر بعدد الأتباع ولا بقوة الأتباع ولا تتأثر بالمال، هناك حقيقة مطلقة. ويحتاج أيضاً إلى أن يؤمن بأن لديه الأداة اللازمة للوصول إلى الحق، العقل، أنني مكلف بالوصول إلى الحق، والذي كلفني أعطاني أداة كافية إن استعملت بالطريقة الصحيحة كافية للوصول إلى الحق. ويحتاج إلى قيام الدوافع التي من شأنها أن تدفعه إلى البحث عن الحق وإلى تحري الحق وإلى دفع ثمن الوقوف مع الحق. ويحتاج كذلك إلى انتفاء الموانع، إلى أن يتخلص من العقبات في طريق الحق، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. أول شيء يحتاج الإنسان إلى الإيمان بأن هناك حق، هناك حقيقة مطلقة موضوعية. وأنا أعلم أن هذا الأمر من البديهيات، ولكنه للأسف يناقش الآن في الزمن الذي نعيش فيه. فالحق واحد ولا يتعدد، ولا يوجد شيء اسمه حقيقتي وحقيقتك، my truth and your truth. نعم هناك ما يطلق عليه يعني رأيي ورأيك، اعتقادي واعتقادك، لكن أن يتناقض اعتقادان عن نفس الشيء يستحيل أن يكون الاعتقادان، يكون الاعتقادان حقيقيين أو على حق. وهذا من أكبر مصائد الشيطان في هذا الزمن، موضوع نسبية الحقيقة، ميوعة. هناك في هذا الزمن الذي نعيش فيه هناك ميوعة في كل شيء. يقول لك والله لا تحتكر الحقيقة يا أخي، من باب طبعا يأتيك من باب احترام الآخر وقبول الآخر، أن لا تعتقد أنك على الحق المطلق، هذه دوغمائية، لا لا تحتكر الحقيقة. كل إنسان لديه حقيقته الخاصة، فأنت عيش حقيقتك ودع غيرك يعيش حقيقته، وهذه مصيدة من مصائد الشيطان كما سنرى. كيف يمكن للرؤى أو الآراء المختلفة المتناقضة أن تكون حقا؟ إذا كنت أؤمن أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا كنت أؤمن حقا بذلك، فكيف يمكنني أن أقبل أن هذه هي حقيقتي، حقيقة بالنسبة لي ولكنها ليست حقيقة مطلقة، وأن غيري يؤمن بشيء آخر وهي حقيقة بالنسبة له، فلا أحد يحتكر الحقيقة؟ كيف يمكن أن يكون الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي نفس الوقت يولد ويلد؟ كيف يكون واحدا ومتعددا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؟ هذا معنى الإيمان بوجود حقيقة ما. القرآن مليء بتفصيل الصراع بين الحق والباطل، والله جل وعلا بيّن لنا أن الحق موجود وأمرنا أن نسعى إليه، وبيّن لنا أن الحق إن فاتنا فليس بعده إلا الضلال. يقول الله جل وعلا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس بعد الحق حق آخر، لا، بعد الحق الضلال. إن فاتك الحق فقد ضللت حتى ولو كنت تظن أنك على الحق. فهذا هو الأمر الأول، والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، يعني كيف تنصرفون عن هذه الحقيقة التي لا مراء ولا شك فيها. الأمر الثاني أن العقل هو الأداة
التي أعطيت لنا لنتحرى الحق ولنصل إليه. المؤمن بالله جل وعلا يوقن بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأن الله جل وعلا نزل الكتاب بالحق، وأن الله جل وعلا خلق لنا عقولا يمكنها الوصول إلى ذلك الحق، وطلب منا أن نستعملها بما يوصلنا إلى ذلك الحق. لكن ماذا عن من لا يؤمن بالخلق الإلهي للأشياء، ويؤمن بدلاً عن ذلك مثلاً بالتطور، أن هذه الموجودات ومنها الإنسان هي نتيجة تطور عشوائي أعمى لا غاية له ولا هدف، والآلية الوحيدة فيه آلية الانتخاب الطبيعي، وهي آلية أيضاً عمياء لا تبقي إلا الأصلح للبقاء وليس الأقدر على التفكير والوصول إلى الحقائق. كيف يمكن لمثل هذا الإنسان، منهم الملحدون ومنهم حتى للأسف من أصحاب الأديان ممن لا يؤمنون بالله حقا، كيف لمثل هؤلاء أن يثقوا في عقولهم؟ كيف لمثل هؤلاء أن يقتنعوا بأن هناك حق أصلا، ناهيك عن قدرة العقول على الوصول إلى الحق؟ هذا إنسان يؤمن أن العقل غير مصمم، نتيجة عشوائية تامة، ناهيك عن أن يكون مصمما للوصول إلى الحق، وإضافة إلى ذلك يؤمن أنه تطور من كائنات أدنى لا تملك القدرة على التفكير ولا تملك القدرة على الوصول إلى الحقائق. فكيف لمن يؤمن بمثل هذا أن يثق بعقله، ناهيك عن أن يحس بأن غاية من غايات وجوده في هذه الحياة هي أن يتحرى الحقائق وأن يبحث عنها وأن يتبعها؟ كيف لمثل هذا أن يؤمن بهذا، أن يؤمن بهذا؟ تشارلز داروين نفسه فهم تلك الحقيقة، وكتب في أحد رسائله إلى واحد من أصدقائه، يقول داروين: ينتابني شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور من كائنات أدنى تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة. هل يمكن لشخص أن يثق في قناعات عقل قرد إن وجدت قناعات في مثل هذا العقل أصلا؟ الذي يفهم توابع هذا الأمر يدرك أنه قد نسف العقل وموثوقيته نسفا. أنا أقول أن هذا العقل لم يخلق ولم يصمم، تطور بالصدفة والعشوائية وتطور من كائنات أدنى غير مفكرة وغير عاقلة، فكيف أثق في منتجات هذا العقل؟ وكيف أثق في قناعات هذا العقل؟ ناهيك عن استخدامه للوصول إلى حق. من قال أصلا أن هناك حق؟ أليس من الممكن أن تكون فكرة وجود الحق أصلا هي فكرة خاطئة ناتجة عن عقل لم يصمم للوصول إلى أفكار حقيقية ذات دلالة موثوق بها؟ سبحان الله، سبحان الله، هذا هو حال الإنسان إذا أعرض عن الله جل وعلا فتلقفته الشياطين، أعرض عن الله فتلقفته الشياطين، يعيش في ظلام دامس وضلال مبين، فليس هناك حق مطلق ثابت، ولو وجد فليست عنده الأداة التي يثق فيها للوصول إلى هذا الحق، وليست عنده أي دوافع ولا أي حوافز للبحث عن هذا الحق أصلا، يعيش في شك فظيع وعدمية رهيبة مقيتة، فلا يدري الإنسان حقيقة وجوده، مش عارف أنا موجود هنا في الأرض بعمل إيه، جيت هنا إزاي، ولا يدري ما المصير بعد الموت، ولا يدري لحياته ولا لوجوده غاية، يعيش كالأنعام بل أضل والعياذ بالله. حتى تصور الإنسان عن نفسه تصور مضطرب، يشك في نفسه الآن، إحنا نعيش في عصر ميوعد، كل شيء مائع، الإنسان لا يعرف ما الذي أفعله في هذه الحياة، لا يعرف المراد له حتى ألا يتأكد، هل أنا ذكر أم أنثى، ما حقيقتي، ما أنا، كل شيء مائع، لا توجد حقيقة، والحقيقة بالنسبة لهذا الإنسان الضاع نسبية. أنا أظن أن الحقيقة شيء اليوم وغدا هي شيء آخر، والحقيقة عندي هي مختلفة عند غيري، ففي الحقيقة لن توجد أي حقيقة،
ومجرد أفكار، كل يهيم على وجهه كالحيوانات لا يدري من أين أتى ولا إلى أين يذهب. سبحان الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يرغب يعني يترك، يتركها إلى غيرها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عن الحنيفية، عن الإيمان بالله جل وعلا الخالق، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، احتقر نفسه، يظن أنه حيوان من الحيوانات لا قيمة له ولا غاية ولا يدري عن نفسه شيء. ويقول الله جل وعلا: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعيش في هذه الحياة تائها حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. إن لم تؤمن بالحق فلا حق في حياتك، حتى أنك تنسى نفسك ولا تعرف من أنت أصلا. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مش عارف أنا مين، أسأل الله جل وعلا أن يعافينا. هل الإنسان إذا آمن بوجود الحق المطلق الموضوعي ووثق في عقله أو آمن بأن الأداة التي أعطيت له كافية للوصول إلى الحق إذا استعملت بطريقة صحيحة، هذا يكفي ليصل إلى الحق؟ لا، لا يكفي، بل لا بد من أن تقوم الدوافع التي تدفعه إلى هذا الحق، البحث عنه وتحريه وتبنيه، وأن تنتفي عنه الموانع. وليس كالإسلام نظام في إقامة هذا، في إقامة الدوافع التي تدفع إلى الحق وتحفز عليه وتحفز الناس للوصول إليه وتخلي سبيلهم من أي عقبات وموانع تمنع هذا العقل من الوصول إلى الحقيقة. أول شيء، القيمة العليا في الإسلام. ما هي القيمة العليا في الإسلام؟ القيمة العليا في الإسلام الحق والعدل. الله جل وعلا يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، بل وجعل الدلالة إلى الحق كافية لوجوب الاتباع، واستعمل ذلك حجة على الكافرين والمشركين، فقال الله جل وعلا: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هؤلاء الذين تعبدونهم وتتبعونهم من دون الله، من منهم يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن. اوعى تكون مفكر ان الذي يناقشك في دينك ويثير عليك الشبهات هذا عنده علم وعنده حق يدافع عنه ويقف وراءه، لا والله، هو يتبع ظنون. ولذلك الذي يدعوك الى الباطل لن ياتي اليك ليقول لك: والله الباطل الذي، او الحق الذي لدي ادلته 1، 2، 3، 4، 5 وهذا حق اولى مما تتبعه فاتبعني زي ما المسلمين بيعملوا. لا، يأتي إليك فيخرجك مما أنت فيه، بهدم ما أنت فيه. يعني الذي يدعوك إلى الإلحاد لن يبين لك ميزات الإلحاد ودلائل الإلحاد وقوة البناء المعرفي في الإلحاد، لا لا لا، هو يأتي ليثير الشبهات على وجود الله، نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعن في القرآن، يطعن في السنة. هو ليس لديه ما يقدمه، كل ما يفعله ومجرد محاولة لهدم البناء الذي أنت فيه. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق والعدل القيم العليا، القيم العليا هذه تؤثر على كل، على طريقة تفكير الإنسان وعلى اتخاذه للقرار وعلى ترتيب أولوياته. يعني مثلا القيمة العليا في الحضارة السائدة الآن هي قيمة الحرية والمساواة. كيف يمكن أن تختلف
يعني عندما تكون القيمة العليا الحرية والمساواة أو القيمة العليا الحق والعدل، كيف يختلف المنتج النهائي؟ يعني مثلا في مجتمع يكون عنده، تكون القيمة العليا عنده الحق والعدل عندما يدعي إنسان شيئا هو ليس عليه في الحقيقة، يعني يدعي إنسان أنه قطة أو أنه كلب، يدعي رجل أنه امرأة أو تدعي امرأة أنها رجل، في مجتمع ترتفع فيه قيمة الحق والعدل، هذا المجتمع يرفض مثل هذا ويساعد هذا الإنسان ليرى الحقيقة على ما هي عليه. لكن في مجتمع ترتفع فيه قيمة الحرية والمساواة فوق الحق والعدل، يطلب من الناس أن يتجاهلوا الحق تماما وأن يرضوا وساوس وضلالات هذا الإنسان حتى لا يجرحوا مشاعره. يعني الحجة كالآتي: أنت رجل وتقول أنا رجل، هل قال لك أحد أنك لست كذلك؟ أم أن كل المجتمع من حولك يدعمك ويقول لك أنت راجل وسيد الرجال كمان؟ طيب عندما يأتي إنسان ويقول أنا رجل، عندما تأتي امرأة وتقول أنا رجل، قانون الحرية الشخصية والمساواة يقضي عليك وعلى المجتمع أن يعاملك نفس الطريق. هي قالت أنا رجل، إذن هي رجل، ولو غيرت من الغد رأيها وقالت أنا أنثى إذن هي أنثى، ولو قالت أنا قطة إذن هي قطة. لا قيمة حقيقية للحق، لأن الحق ليس القيمة العليا. فإذا تعارض الحق مع القيمة العليا التي هي الحرية والمساواة، يعني لا، يعني خلاص فليذهب الحق إلى الجحيم. فينبغي أن يدرك الإنسان المسلم هذه الأمور وأن ينضبط عقله بميزان الوحي الإلهي الذي ليس فيه إلا الحق والعدل. والله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك، قال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فاتباع الحق بالنسبة للمسلم واجب ديني يقوم به لله تعالى العليم الخبير، فهو يقوم به تدينا، وهذا أعظم الحوافز. لأن بعض الناس والله يعلم الحق ويصل إلى الحق ولكنه لا يتبع الحق، لأنه يتعارض مع مصالحه، لأنه يستكبر على الحق لأي سبب من الأسباب. لكن المسلم يتجرد بإيمانه، إن آمن بالله جل وعلا حقا يتجرد بإيمانه من الأهواء والشهوات والمصالح، ما يكونش في أي تضارب في المصالح عنده، لأن عنده أنا أفعل ذلك لله جل وعلا حتى ولو دفعت الثمن. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فستقف مع الحق حتى ولو كانت عاقبة ذلك الحق أن تنفع عدوك أو أن تنفع الشخص الذي أنت الذي تكرهه وتبغضه. الحق حق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ستقوم بالشهادة لأنك تقوم بها لله حتى لو كان الثمن ستدفعه أنت أو سيدفعه أبوك أو أمك أو أي أحد من الناس المقربين لك، لأن الله جل وعلا عندك هو قبل كل شيء. فأنت تقوم بالحق لله جل وعلا، وهذا يحرس حرص الإنسان المسلم على الحق ويقلل من احتماليات دخول الشيطان إليه وتلبيس الحق بالباطل. وكذلك الإسلام دين الفطرة ما ترك شيئا يعيق الإنسان عن الوصول للحق إلا وحذر منه. يعني الله جل وعلا أبسط شيء حرم الخمر وكل المسكرات، الله حرم الخمر وكل المسكرات وكل ما من شأنه أن يعيق هذا العقل عن التفكير السليم وعن اتخاذ القرار الصحيح. والآيات في ذلك كثيرة. الله جل وعلا نهى عن اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. الله جل وعلا ذم التقليد الأعمى وذم اتباع الآباء والأعراف إذا تبين خطأها. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم.
قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. حذر الله جل وعلا من التكبر على الحق. بعض الناس يعرف الحق ولكنه يستكبر. يعني راجل أنا في السن ده ومكانتي أطلع غلطان في الآخر؟ لا، أنا سأكمل طريق الباطل إلى آخره. هذا وضع الأنا والكبر وحب النفس فوق الحق واتباع الحق. والله جل وعلا حذر من ذلك وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حذرنا الله جل وعلا من أن نلبس الحق بالباطل وذم بني إسرائيل لأنهم فعلوا ذلك وحذرنا من كتمان الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنت تقوم بالحق لله جل وعلا وأقيموا الشهادة لله فلا تستعمل الحق لتمرر أهواءك. يعني سبحان الله حتى ولو كنت تقول الحق ولكنك تستعمله لغرض باطل هذا ممنوع في الإسلام. فلا تلبس الحق بالباطل ولا تستعمل الحق لأهوائك وأغراضك الشخصية. الحق لله جل وعلا، قم به لله جل وعلا. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. سبحان الله، والله هذا الإسلام هو الدين الحق، يدعو إلى الحق ويأمر بالدفاع عنه بل والموت في سبيله، ويعالج كل العوائق والموانع التي قد تعطل الإنسان في طريقه للبحث عن الحق. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، قد يقول قائل كل الناس يدعي أنه على حق وكل أصحاب دين يقولون ديننا هو الحق فما قيمة ما تقول؟ وأنا أضرب مثالا. تخيلوا لو أنني يعني أنا الآن وجدت هاتفا ملقا على الأرض، هاتف محمول غالي جدا، وقلت لمن هذا الهاتف؟ فخرج لي 300 شخص كلهم يدعي أن الهاتف له، فهل يعني ذلك أن الهاتف ليس لأحد؟ ما دام أن هناك كل واحد يدعي أن الهاتف له، إذن الهاتف ليس لأحد؟ أم أن هناك فرقا بين الادعاء والقدرة على التدليل على صحة الادعاء؟ كله يقول أنني صاحب الهاتف، لكن هناك واحد فقط يستطيع أن يثبت صحة ادعائي فيخبرني والله يعني الباسورد الباسكود بتاع الهاتف كذا، الصورة الموجودة كذا، فيدلل على صدق دعواه ويثبت بطلان ادعاءات الآخرين، ولله المثل الأعلى. هذا هو الحال مع الإسلام، كل أصحاب دين يدعون أن ديننا هو الحق. الملحدون يستعملون هذه الحجة، يقول لك والله الإله الذي تعبده، هل تعرف كم إلها يعبد في الأرض؟ أكثر من 500 إله، من 5000 إله، وأنت تدعى أن الإله الذي تعبده وتدعوه هو الإله الصحيح؟ كأن تعدد الدعاوى دليل على بطلان كل الدعاوى. ما العلاقة بين الاثنين؟ شتان بين من يدعي صحة إيمانه وبين من يستطيع التدليل بالحجة والمنطق على كل أصل من أصول إيمانه. شتان بين هذا وذاك، شتان بين من يتفق دينه مع الفطرة ومع العقل ومع المنطق ومع العلم ولا يوجد أي تعارض، وبين من يتعارض دينه مع الفطرة والعقل والمنطق والعلم. شتان بين من ينفق الملايين ليدعو الناس إلى دينه ومع ذلك يقل وينفر منه الناس ويخرج منه الناس، وبين دين تنفق الملايين لتشويهه، يتعرض للظلم والتشويه في كل مكان، ومع ذلك هو أسرع الأديان انتشارا، وهو أكثر الأديان التي يدخلها الناس أفواجا. شتان بين هذا وذاك. وأخيرا، قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يصير الناس كلهم على الإسلام؟ لماذا يدخل الناس جميعا الإسلام؟ الخطبة، العقل كغيره يمرض وتعرض له من العوارض ما تعيقه وتتحكم فيه الأهواء والشهوات،
وحتى لو كان العقل سليما أو توصل إلى الحق فالإنسان عنده الكثير من الموانع الأخرى. كبر على الحق، لا أحب أن أغير أنا، يعني ممكن الإنسان بعض الناس يعرف أن الإسلام هو الدين حق ولكنه لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة، لأن هناك تغييرات كبيرة ستحصل في حياته، خوف من حوله من الناس، خوف من أسرته، خوف من مجتمعه، خوف من المكان الذي سيوضع فيه بسبب الوضع الذي فيه الإسلام الآن، الكثير من الأمور. ومن أبسط الأمثلة على أن الإنسان قد يصل بعقله إلى حقيقة ويثق فيها 100% ولكنه لا يقوم بشيء، الإنسان الذي يدرك أنه ينبغي عليه عقلا أن يمارس الرياضة وأن يتوقف عن أكل الطعام يعني الطعام السيء الجانك فود، ويعرف أنه يهلك نفسه ويضر صحته، يعرف ذلك تماما، عنده قناعة عقلية تامة ولكنه لا يفعل شيئا. الأمثلة كثيرة، والوصول إلى الحق طريق صعب، والبقاء على الحق أصعب. والذي يظن من المسلمين أن دينه ربما ليس هو الدين الحق، مشكلة عنده ليست في الدين، هذا إنسان أخذ دينه عن تقليد أعمى. وإن سئل لماذا أنت مسلم لا يعرف أصلا، لكن إن درس وعلم عن الله جل وعلا من خلال الإسلام وعن دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل صحة القرآن، والله لما بقي في قلبه شك. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي كان يدعو ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وروي أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كان يدعو الله جل وعلا فيقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله أي حق ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم ورحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام